بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، بدأنا في الدرس الماضي ولله الحمد والمنة بدراسة ثلاثة أصول وأدلتها. نعم. بعد الحمد لله بسم الله وحن بلوني دراسين تي كتابك أهد أصول ثلاثة أي نفساك بلوني. أخذنا في الدرس الماضي لماذا ندرس التوحيد. درسي غوري وحن قصوا قادني محين وأخيينا توحيدك. نعم. وأيضا لماذا ندرس هذا المتن المبارك. شدو كلمة حان وأخيينا متن كان مبارك أهي أصول ثلاثة. وما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ قلنا هي أسئلة القبر. محيطة هي أصول شا سد حدا يد الله كوبي وكسبت أسئلة دي قبل الأسبوع الديني. والثمر التي نجنيها من هذه الدراسة الإجابة بإذن الله تعالى عن أسئلة القبر. هي مراها إنه كجران دونه أخرين تام هو هاي أسئلة ينكي كسبت سنة قبلها. لو ترفع صوتك قليلا أظن. الخامس ايضا محتوى هذا المتن المبارك. قيمة الشنات وحا كل سنه كتاب من اصول ثلاثه. وقلنا ان هذا المتن يحتوي على امور خمسه. وحا سونيري متن يعني كل سنه يا شن ارحمون. المسائل الاربع. مسائل شافرتا. وجمعت في سوره العصر العلم والعمل والدعوه والصبر. وحنا كل من هي سورة العصر مسائل شافرتا. الثاني المسائل الثلاثة. قيب طلبات مسائل سد حداء. الثالث لماذا ندرس التوحيد. قيب السد حاد محان دراسينا توحيدك. الرابع شرح الأصول الثلاثة. مدى أفراد شرح حدة أصول الثلاثة. والخامس الخاتمة. مدى الشرادنا وخاتمة دي كتابنا. نعم. هذا الأول يعني أول ما أخذنا، ثم بعد هذا ذكرنا المسائل الأربع وشرحناها. قيبت وقيبت جوه رئيسي أنا قادني كذبنا واحد شرحني مسائل شيء أفرتها. نعم. وقلنا أن المسائل الأربع أولا لابد من العلم. وحانو المسائل شيء أفرت وحوجوه ريا علمي. وإذا تعلمنا لابد أن نعمل. مركين علمي برنا وين وكعمل فلنا. وإذا عملنا لابد أن ندعو. مركينو كعمل فلنا وين دثو قيرنا. ولا بد من الصبر على ماذا؟ يعني إنه قصة بيرنا محين قصة بيرنا. نصبر أولا على العلم. مركو أربعة قصة مرينا علمي. ثم على العمل. كذبنا قدقنك. ثم على الدعوة. كذبنا دثك إنه قيرنا. فإذا صنعنا هذا أجبنا بإذن الله تعالى عن أسئلة القبر. حدينو إنتني كعمل فلنا صمينو وحينو كتشوابني سؤالي قبرك. أخذنا أقسام الصبر. وحن سوق هذا إني قيبها الصبر ك. وقلنا إن الصبر ثلاثة أقسام. وحن نريد صبر ك وحوقي في مسدح قيبود. صبر على طاعة الله حتى تؤدى. طاعة إله إن لقو صبر إلى لقوته. وصبر عن معصية الله حتى تجتنب. إن لقى صبر معصية الله سيل وقف قاده. والثالث الصبر على أقدار الله. تسد حاضنا إن لقو صبر قدرك الله سبحانه وتعالى. يا أخي انتبه معي يا شيخ، اترك الكتابة خليك معي إن شاء الله تحفظ، لو تقدم هنا أحسن، قدم شوية. طيب أيضا أخذنا الدليل على المسائل الأربع. سيدوك لو حين سوق هذا ندليل كتوسيني مسائل شافرتا. سورة العصر. سورة العصر بينك سوق هذا الني. نعم. القسم الثاني. قيب طلبات المسائل الثلاث. هذا درس الآن إن شاء الله تعالى. درسي هذا ينقادن دون واقيب طلبات ومسائل سد حداء. ذكرنا أن الأصول الثلاثة غير المسائل الثلاثة. وحين الصوش يعني أصول ثلاثة ماها أصول ثلاثة ماها وكد وانتهي. الأصول الثلاثة أسئلة القبر. أصول ثلاثه وسد حدا سؤال قبرك. أما المسائل الثلاثة نأخذها الآن بإذن الله تعالى. أما مسائل سد حدا هذه نقادن دون إن شاء الله تعالى. قبل أن ندرس المسائل الثلاثة
نعرف التوحيد انت اين غدغلين دراسينتا مسائل ثلاثه وحن تعريفين دونا قيحي دونا توحيدك لو يسالك انسان هذو قف ويديو هل انت موحد ما موحد باتهاي تقول نعم انا موحد حضرنا يسها موحد باناي طيب ما هذا التوحيد طيب سؤالش مرق واحد تيم حوي هي التوحيد كان كيف اكون موحد سيت موحد كون نقون كرتا اذا عرفت التوحيد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا معناه ان هذا موحد هذا توحيد كبر التوحيد النبي محمد ولي عليه الصلاه والسلام تا معناه دو وحوينا تاي موحد والا هذيك لم يعرف التوحيد هذا معناه انه فقط يدعي شيء ولا يدري عنه نعم هذا انه توحيد كبرا معناه دو وحوي قف و هو شيغان اي شيء وسن سوا هيدي نعم التوحيد شرعا تعريف التوحيد شرعا هذين التوحيد كشرعيان وتعريف انه افراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات الله ان لو غاري سبحانه وتعالى و هو خلقاس نوقدي او اه الهني مديسي ربني مديسي يو اسماء دي صفات كسب اذا لابد ان نفرد الله يا اخي اترك الكتاب لا 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 اترك اترك اغلق الاوراق كامله وحبين لقول ان شاء الله لا قرالك تشوتيه احفظ معي لا تكتب احفظ اذا التوحيد هو افراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات توحيدكم معنا هذا وهو يا ربي لا غير نقضي سبحانه وتعالى او الهني مديسي يا ربني مديسي يا اسماء دي صفات كيسا اذا هذا فيه ان التوحيد ينقسم الى ثلاثه اقسام شذا تراد التوحيد هو حقوق يسمى يا سدح قيبود توحيد الربوبيه توحيدك ربوبيه لو يقنا توحيد هو افراد الله سبحانه وتعالى توحيدكم معناه دعوه الى سبحانه وتعالى الا كليله لا يمكن ان نشرك لا يمكن ان يشارك الله سبحانه وتعالى في اي نوع من انواع التوحيد احد سوره قل ما ان الله تبارك وتعالى ان عدك لكله وداجنه متكمده و هو يسوي غارك لا نقضي تعريف توحيد الربوبيه قيحدة توحيدك لو يقن الربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله وإن الله سبحانه وتعالى الوكل يلا أفعاشي سا أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق أما الله إن الوكل يلا أبورك يؤونك والملك بغرتو يدا والتدبير هي ما ملكة إذن توحيد الربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله توحيدك لو يقن توحيد الربوبية معنى هذا وحويا الله إن الوكل يلا سبحانه وتعالى ربني مديسة هل أحد يخلق غير الله ما ترى عد وحابورتي أن الله سبحانه وتعالى لا وميا طيب الثاني توحيد الألوهية توحيد العبودية توحيد العبادة نوع اللباد وتوحيد الألوهية أما توحيد العبودية وحلو يقنه توحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة توحيد كألوهية وحلق وضع الله الوكل إلى سبحانه وتعالى عبادته أو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد أما الله الوكل إلى سبحانه وتعالى أدوم هذا أفعاش هذا لا يمكن أن يصرف شيء من العبادة لغير الله سورة قل ما أها وحكم إذا عبادة إن لول لحيو يا الله وحنين سبحانه وتعالى لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ولا للملائكة ولا للصالحين ولا لأحد نبي بان لو ليحين كرين لصادري ولا ملك بان لو ليحين كرين ولا قفكم إذا الصالحين تان لو ليحين كرين إذن توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أو بأفعال العباد هذا بالتوحيد كألوهية وحويان الله سبحانه وتعالى إن لقو قاريالو لقو كرييالو عبادته الثالث توحيد الأسماء والصفات كان سد حد توحيد الله يقال توحيد الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى ووصف به نفسه نوع سد حد وحي ويان الله الوكل سبحانه وتعالى وبنفتي سقوم قعابي أما اسكس في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يعني ما يمكن أن نثبت من الأسماء والصفات إلا ما ورد في الكتاب والسنة سورة قل ما أعين الله تبارك وتعالى قلت المانو أما كما قعونو إلا وحي كتاب كيسا يسوغ شيغي أما سنة سبحانه الوعد عليه الصلاة والسلام
وذلك بإثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. نثبت كل الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى على وجه اللائق به. تانا وحي كسورة قلي كرتا وكليتا إنه الله تبارك وتعالى وصقنا وحن نفتي سهوصقي ومقعية المام بقى. ونفي ما نفع عن نفسه، ننفي عن الله ما نفع عن نفسه وما نفع عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الله وحينه كان فينا حقه سبحانه وتعالى وحن نفتي سكان في كتابك يسوندا وقدح فيه. ولا يمكن أن نحيد ونغير الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح. سورة قلما هين نكلي حنو طريق النبي محمد وقاضي عليه الصلاة والسلام أما أي صحابة ذي سبقادين من غير تحريف بدل الآن. ولا يمكن أن نعطل الله سبحانه وتعالى عن الصفات. سورة قلما هين إنه الله أسماء ذي يسوق سمقع بصفات كيسا إنه وديدنه. ولا نكيف نقول كيف مقابين كرنو. ولا نمثل الله سبحانه وتعالى بخلقه كما شبهه انه خلق عيسى. نعم. طيب، اذا لابد من افراد الله سبحانه وتعالى بانواع التوحيد الثلاثه. سيدا درادت وحلق مرمان ان الله تبارك وتعالى كلينه نعيد التوحيد كيسد حدا. ما هي المسائل الثلاثه؟ محيت هي سؤالها سد حدا. المسألة الأولى سؤال شوقه الرئيسة إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية وبالأسماء والصفات. وإن الله تبارك وتعالى الوكري إلى توحيد الربوبية هي توحيد الأسماء والصفات، وأن الحجة قامت علينا بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم. حجتنا وحي نوقكم في إنه الله سبحانه وتعالى نوصل دري رسوشة. المسألة الثانية سؤال شلبات إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يمكن أن يعبد غير الله. وإن الله تبارك وتعالى لبكري إلى عبادة صورة قل معها إلا عبد الله وحنا سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة لابد أن الموحد لابد للموحد من البراءة من الشرك وأهله. سؤال شد حد وحو ويان قفك موحدك يا رماها سوقاتي وحلق مرمان إنه كبري النقضه شركك. كيف نبرأ من الشرك وأهله؟ سيديبا شركي أهل قسم كبري النقون كرنا تبرأ بالقلب قلبي ذكبر النقن وباللسان عرفك ذكبر النقن وبالجوارح ابنها ذكبر النقن. بالقلب اقرار واعتراف ان كل ما عليه الكفار كفر وضلال. قلبي وحا لو غبر النقدين اد امنتو وحا دلك سارن اي غاله اني غاله يهين. باللسان عرفك تبرأ من الكفر أهل بلسانك إنني براء مما تعبدون. أفكنا وحادوغا عديني سيناد ليذا هاي أنقو وحن بريكا هاي مشركين تيجي وحي عابديان. نعم. الثالث البراء من الشرك وأهل بالجوارح. طيب ده سيد حادون واحد ويان إن آت شركي جاي أهل كيساد وقبري نغطو ابن هاقا. لا يمكن أن نشارك الكفار في أعيادهم. صورة قل ما ينين وقال هذا كله وذا نوع يده هذا. في احتفالاتهم. ما له حفلتها كل جنايان. في طقوس في الشركيات في البدع. شرك أي صمين يان يبدعوين كذا. ننظر إليهم نظر إعجاب. ننظر إليهم نظر إعجاب. إن لو إيجو يعني محو هايو أركتي يعني عجب قلنا أهل يابن. انقسم الناس تجاه الكفار الى طرفين وسط. دتكو وحي مركي قال الله يقول وحي اوقي بسمين قيب لبا قيبوت. اعد علي شوي. انقسم الناس تجاه التعامل مع الكفار الى طرفين وسط. وحي اوقي بسمين دتك مركي قال الله يقول لبا طرف يمد حيه. قسم يسب ويقتل ويتعدى ويسرق. نعم. قيب وكو حد قد بيا وعايا حوله ذينا وادع وحضيا ويفجر وقرحنيا. وقسم يشارك الكفار في عيادهم واحتفالاتهم حتى تظن أنه واحد منهم. بدنا قال هذا أيو وحك استكولا وذاقا يا حفل ذو ذي أيو حمان توذيبا. وقسم يتوسط قيبنا لبضاس قيب ودحيا. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة صلى الله يجعلنا وياكم منهم. قيبتنا وقيبتي أهل السنة والجماعة لو يقان إله أن نقمد سبحانه وتعالى. نفي لهؤلاء بالعهود. كواسي وحنو وفينينا عهد جوذا. لا نتعدى عليهم لا بالضرب ولا بالقتل ولا بالسب ولا بالشتم ولا بالسرقة. كم أحد قد بينه دل يوحى الله وحي إسلامك إن قربي ولا حتويو ولا دل ولا قرحن.
لكن لا نشاركهم في أعيادهم ولا في احتفالاتهم ولا في طقوسهم. لكن أعياد هذا الشركيات كان لو ذا يمينه. ندعوهم للإسلام. إسلام كان نقول يرينا. نعاملهم كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وحن كل رقم يناسد ونوع محمد وكل رقم عليه الصلاة والسلام. إذن المسائل الثلاث باختصار. هذا ما مسائل سيد حضا يذكر إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية بالأسماء والصفات هذه الأولى. الله الوكري سبحانه وتعالى ربنا مدي سي أسماء دي صفات كيسة. المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. مسألة اللباد الله الوكري سبحانه وتعالى عبادة. المسألة الثالثة البراءة من الشرك وأهله. مسألة سد حد واحد وياهن لقبر نقضوه شرك جي أهل كيسة. تكون البراءة من الشرك وأهله بالقلب واللسان والجوارح. براءة هذا وحين نقول يساء عرفه إن لقبر نقضوه هي قلب جي حبناها. وأخذنا أقسام الناس في التعامل مع الكفار إلى طرفين ووسط. وحن سوق هذا الني دت كمرك الله يجو قابك كل رقم ينقال هذا إنه قيب زمان لبق قيب وات ويسكس ورشي ذي قيب دحه. نعم. القسم الثالث. قيب تسدحات. إذن قلنا القسم الأول المسائل الأربع. قيب تروح عن نري ومسائل شافرتها. القسم الثاني المسائل الثلاث. قيب تلبانه ومسائل سدحها. القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد؟ قيف سد حاد واحد ويان محين هو أخرينا توحيد كان. لماذا ندرس التوحيد؟ محين توحيد هو أخرينا. نعم. لماذا ندرس التوحيد؟ لأن لا يمكن الدخول في الإسلام إلا بالتوحيد. صورة قل ما إسلام كإني نقل له توحيد الآن. ولا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد. ألنا عمل ما أقبله سبحانه وتعالى وحكوا أقبله إلا بالتوحيد. ولا يدخل الجنة إلا موحد. شندنا وحق لي يقف موحد كل يوم. ثم لو يسألك إنسان هل أنت موحد تقول نعم. إذا لابد تعرف ما هو التوحيد. هدوقف كويدي موحد ما تهاي ما يتهاي وحضرنا إزها إذا ما حق لقمرمان هنا توحيد كبرت. هل أنت مشرك؟ مشرك باتهاي. يقول أعوذ بالله أنا لست بمشرك. حورنا يا مشرك ميه. طيب ما هو الشرك الذي حرم الله عليك؟ إذا سؤال شو وحي تاي محوي الشرك قال الله حرمه سبحانه وتعالى. إذا قال أنا لا أعرف الشرك. هدوقف كويراد أنا بالشرك ما قرنا يوم. نقول لعلك تقع في شيء من الشرك وأنت لا تدري عنه. لأن أي واحد صورة قال أنا كنت على الشرك قال أذن قرنا يدي. إذن أهم علم وأوجب الواجبات وأول الواجبات التوحيد. علمي كان نقول مهم سن واجباته كان نقول واجب سن واحد ويان وتوحيد كبر الشريسة. نعم. أي واحد منا يسأل قف كستلوي الدين كروان نجا نجمده ما هي الغاية من خلق الجن والإنس؟ محيطه هاي الجديدة اللي قالها هي أبورك جن جاي إنس جا. الكل يعرف الإجابة ولله الحمد. قف كست جاوبت وقرنا يا الحمد لله. ما حتى يعرف الإجابة مع الدليل. حتى وقرب وقرني مع دليل بقرنا يام. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الغاية من خلق الجن والإنس عبادة الله سبحانه وتعالى. وجدد اللي قال يا أبورك خلق وحوها إني ألا عبدا سبحانه وتعالى يدو آيات سورة يرد دليلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذه هذا الجواب معروف. جوابتم ولا يقنع. الإشكال كل الإشكال ليس في الإجابة. الإشكال في التطبيق في العمل. إشكالك ما أها جوابته لك إشكالك وحويان ومركها لطبقة يلقوا عمل فلين. هل خلقت لتلعب؟ ما وحى لقوا أبورين عيارته لتنام؟ إن تسيحته تأكل تشرب؟ إن عبتود عنتيد؟ لا خلقت لغاية. ما يوحى لقوا أبوري وتشده. إذا اشتغلت بهذه الغاية سعدت والله. حديقات كو مشقوشو غاية لقوا أبوري والدي بنتي. ولهذا ما تجد ولله الحمد أحد ينتحر في المساجد. سيدا درادد أركم يسيد قف مسجد كأسكور لح قرحين إياه أمدي لي إياه إزدي لي إياه. لكن تجد ملايين ينتحر أين؟ عند الملاهي والمراقص وأماكن اللهو. دتك لكن وحركة ملايين ذو حركة ساه يعني ما رأي ليه هنا يجو إسكودي لي إياه. الآن يعني مثلا هذا الجهاز نعم موبايل كان هذا أركيسان لو أخذت هذه القارورة الماء وأخذت أصب الماء على الجهاز على هذا الجهاز مثلا أصب الماء هكذا وأشرب
هل هذا الفعل صحيح؟ حدي أن دلالة تبدأ باشن بيها عادة أن موبايل كوركيس دلالة شاشة أن كل شبوه أن بيها كعبه موح يعني سحمية. إذا وجدت إنسان يصنع هذا يصب الماء ويشرب بالجوال هذا دار توقف جوال كوركيس بيها كل شبوه كعبية ماذا تقول له؟ حاتكو أران لايت تقول أنت لعلك مجنون؟ حلقية بينات ترنتها ودوالنتها هذا الجهاز للاتصال لا لشرب الماء موبايلك وحلوته لقالي حرير ايه يوحلو عبد ماها انت الان هذيك هدر اذا اشتغلت في هذه الدنيا بعباده الله انت عاقب حديات كو مشغول الدنيا دن دحده وحي لو ابوري وحتى قف وحفهم يعاقله واذا اشتغلت بغير عباده الله انت كالذي يريد يشرب الماء بالجوال مجنون ادات كو مشغول وحان لو ابورينا هذا وحتى يدقون كاب موبايلك بيها كود العبيه نعم إذن لابد أن نطبق حلقة مرمرة حين نطبقنه تكون حياة الإنسان لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أول المسلمين نلاشى هذا الضوء حين نقول يسامي أسوه الله تبارك وتعالى نلاشى يجيري يدوبة الله يسكي سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم آمين جزاك الله خير وياك درسك الله بعد إن شاء الله بعد العصر بعد العصر بإذن الله